اتفضل يا حسين، تعال. السلام عليكم. تعال يا سليم، تعال. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك. تعال يا سليم، تعال. الله ينور يا رجاله. ها، ايه رايك بقى؟ تمام، بس تفتكر امان ومفيش حد يعرف يوصل لنا هنا؟ طمن يا سليم، من ستر اخاه المسلم ستره الله يوم القيامه. كل الناس اللي هنا حبايبنا واخواتنا، وبعدين محدش يفكر اصلا ان احنا موجودين هنا. قول لي، شفت الوالد؟ اه شفته. معلش يا سليم، بكره الناس تعرف يا ابني احنا بنعمل كده ليه. يلا يلا يلا، خد اللي هتشتغل فيها دي، خش كده بقى وروق، لو حاجه ناقصاك بقول لي. تمام. ازيك يا شباب؟ ايوه يا صالح، عامل ايه؟ الحمد لله. كله هنا تمام؟ الحمد لله كله تمام. حمزة، أنت فين؟ إيه اللي خرجك من المستشفى يا حمزة؟ ما طلعش عين أبونا معاك بقى يا أخي. الله، مش الدكتور قالك لازم تستريح؟ طب طب طب، خلاص يا حمزة، خلاص، حصل خير، حصل خير، ماشي. أنا طالع دلوقتي على الدكتور حسن دوت. آه، هو ده الدكتور اللي حضر تنفيذ حكم الإعدام. ماشي، معاك العنوان ولا أديهولك؟ نتقابل هناك. سلام. بص على كده، ده يا باشا يا بهاء. حمزة، انت ايه اللي خرجك من المستشفى وليه؟ عملت ايه؟ هرب، عارف ان احنا جايين، هرب. بس ما تقلقش، انا هقلب الدنيا لحد ما اجيب امه. تعالى تعالى اقعد 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 استريح. تعالى. ايه يا حمزه، في ايه؟ خرجت ليه يا حمزه؟ انت مش مكتوب لك خروج اصلا.
مفيش وقت. لازم نعرف مين اللي في الوزارة ورا كل اللي بيحصل. وزارة؟ طبعاً. دكتور عشماوي سعد وسليم. ومش ممكن يكونوا عملوا كده حتى لو ضغط عليهم. لازم يبقى في حد تقيل في الوزارة. متورط هو كمان. ايوه سليم، كنت عارف انك مش هترتاح كتير وهتنزل الشغل على طول. ازيك يا حمزه؟ اسمع يا سليم، اهدى، انت تعبان ومحتاج ترتاح، وانا عايزك ترتاح عشان عايزك بصحتك فايق ومركز عشان اللعبه هيحلو الفتره اللي جايه. بقول لك اهدى، لما تتحمق كده الجرح هيفتح تاني وانت راجل تعبان. يلا روح شوف شغلك وانا هبقى اكلمك تاني. ايه الاخبار يا سليم؟ الاخبار مش تمام طبعا. انا ناقصاني حاجات كتير قوي عشان اعرف اشتغل. ماله؟ كل اللي ناقصك اكتبه في ورقه وهيوصلك لغايه عندي. جاهز ومكتوب، بس الحاجات دي تيجي بالظبط، ولا حاجه زياده ولا حاجه اقل. هروح المشوار اللي قلت لك عليه. سليم انا سايبك براحتك، ها؟ ما تقلقش عليا. وسليم عارف ازاي انك خرجت من المستشفى؟ زي ما بيعرف كل حاجه بنعملها، علشان كده دايما سبب خطوه. في حد في الوزاره متورط مع سليم يا بهاء، علشان كده لازم نجيب الدكتور، ده اللي هيقول لنا على كل حاجه. وعلى كده بقى لازم نشوف غاده تعرف ايه يا كمان. غاده ما تعرفش اي حاجه. دي كانت مصدقه ان سليم مات خلاص، ولما حاولت اتناقش معاها رفضت. يا حمزه، غاده عارفه ان سليم عايش وده اللي خلاها تجيلك المستشفى. غاده جت للمستشفى؟ ايوه جات لك المستشفى وانا شفتها، وغالبا كانت جايه تطمن انت مت ولا لا. الله، يبقى كده لازم اتكلم معاها. خليك ورا الدكتوره وانا هرجع اكلمك يا بهاء. ياه، اخيرا خلصنا. ما بقاش فاضل قدامنا دلوقتي غير نطبع ونسلم لمستر معتز. لا، خلي الموضوع الطباعه ده والشغلانه دي عليا، وريحي انت شويه قبل ما ابتدي نشتغل على المشروع بجد. ومعلش انا اسف ان انا اخرتك معايا النهارده. مش مشكله، بالعكس، المهم ان احنا خلصنا الشغل. وانا كنت عايزه اشكرك على كل حاجه انت عملتها معايا. انا عارفه ان انت اللي قلت لمستر معتز على كل حاجه حصلت. بس غدا، ممكن تسمحي لي اتكلم معاكي دقيقه بصراحه؟ اه طبعا، اتفضل. انا مش هقدر اكذب عليكي واقول لك ان انا مش عارف كل حاجه يعني عنك. قصدي يعني من الكلام اللي الناس بتقوله والجرايد واللي بيتنشر، انا عارف انك كنت متجوزه يعني. طب وعارف جوزي مين؟ اه، بس مش مهم، لان لا انا ولا اي حد من حقه ان هو يحاسبك او يلومك على حاجه مالكيش ذنب فيها، وانت لازم تكوني عارفه ده كويس. غدا، انت مش مجبره انك انت تدافع عن نفسك او تبني حواجز بينك وبين الناس تستخبي وراها، لانك اصلا ما عملتيش حاجه غلط. صدقني ما بقتش تفرق عملت ولا ما عملتش. لا تفرق، اصل لو على الناس انت عمرك ما هتقدري ترضيهم مهما عملتي او حاولتي. فارمي ورا ظهرك وما تساليش. بس لو عليك انت، يعني لو تحبي تسمعي نصيحتي، ارمي اللي فات ورا ظهرك وما تفكريش فيه تاني، وابتدي حياه جديده، وما تسمحيش لحد ابدا ان هو يرجعك للي فات مهما حصل. ممكن؟ طيب انا اتاخرت ولازم اروح. يلا تصبح على خير. وانت النار. جبتوها؟ لقيته فين دلوقتي؟ طب يلا انا مستني.
تاني.